معلش يا استاذ سعد سهرتك. الجدع الاسود ستوري ده رغاي رغي، قلب دماغي، خلى دماغي قد كده. انا اسف، تصبح على خير. سعد ناجي. ممكن كلمتين لو سمحت؟ أوي أوي. تفضل. 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 إيه خير؟ في إيه يا عم سعد؟ شكلك كده مش عاجبني، في حاجة؟ هو سؤال أستاذ ناجي. أنت وجودك هنا بالعراق شو تسوي؟ أنا مش فاهم السؤال. لا، سؤالي بسيط وواضح ومفهوم. أنت والجماعة اللي وياك شو تسوون؟ ما أنا قلت لك قبل كده، إحنا كنا طالعين على مصر، ما لقيناش تذاكر على الطيارة. آسف، الجواب خاطئ، صفر. في إيه يا أستاذ سعد؟ أنت بتمتحني ولا إيه؟ اسمع أستاذ ناجي، أنا رجل بسيط وعلى قد حالي، عمري ما دعيت بالبطولة ولا بالمقاومة، رجل بسيط وطيب، بس هذا ما يعني يجيني واحد يخدعني. ما عادش اللي يخدعك يا أستاذ. لا، أنت خدعتني. ليش أستاذ ناجي؟ دخلتك لبيتي وخليتك واحد من عائلتي، اعتبرتك أخويا، تكذب علي ليش؟ أنا ما كذبتش عليك في حاجة يا أستاذ سعد. هاي الجنط اللي عندكم اللي ما تحب تفارقها تماما ولا لحظة، خايف عليها، وساعة اللي أنت ما موجود تخلي واحد من الشباب حارس عليها، شبيها. ما أنا قلت لك فيها إيه قبل كده؟ فيها أوراق مهمة وملفات دبلوماسية سرية. أوراق مهمة دبلوماسية وسرية، أعرف. هي هاي الأوراق اللي تخلي الإنسان يبيع ضميره ويخون بلده. الكلام الكبير ده يا أستاذ سعد. أول مرة بحياتي أعرف أن هاي الدولارات هي أوراق دبلوماسية وسرية. قل لي أستاذ ناجي، هاي الدولارات مين جبتوها؟ منا من العراق؟ وين تردون تودوها؟ مصر؟ طب اسمع بقى، إذا ما عرفت الحقيقة لازم تفهم كل حاجة. أيوة، الشنط دي فيها دولارات، ملايين الدولارات. أنا بالنسبة لي هاي معلومة مو جديدة، ومع الأسف كلامك هذا ما له قيمة تماماً عندي. طب اسمع بقى كلام اللي له قيمة. الفلوس دي من إسرائيل، أنا اللي سرقت بنك اليومي، والمساد بيدور عليها في كل حته، انا والعيال دي. عشان كده ابو القاسم بيساعدني. عايز اقول لك على حاجه كمان، الجدع اللي اسمه ستوري ده عرض عليا 250 الف دولار عشان اقرب له تمثال جوديا معايا. وانت ايش كان ردك؟ يعني قريت وعملت نفسي مغفل، بس انا اللي ممكن اعمل جريمه زي دي مهما كان الثمن. اسمع استاذ ناجي، أنا يكفيني المشاكل اللي عندي. أنا رجل قافل باب بيتي علي وعلى زوجتي، وما عندي مصلحة لا بستوري ولا غير ستوري، ما عندي مصلحة لا بالسلطة ولا بالمقاومة. على هذا الأساس أرجوك تسامحني، أنت والجماعة اللي وياك تغادرون الصبح البيت، ولو هاي مو عربية من عندي. أرجوك تسامحني يا نادي. الله يخليك، عوفوني بحالي. بكرة الصبح تتصل أبو القاسم حتى يجي يسوي صرفة. اللي تشوفه أستاذ سعد، أنا كنت واخد القرار ده بعد ما قابلت ستوري، وأنا بقرر أسفي للمرة التانية. تصبح على خير. انتوا شوية عيال ما عندكوش أي إحساس بالمسؤولية. أنا قايل الشنط دي ما تتسابش ثانية واحدة. يجي حتة عيل صغير يفتح الشنط يعرف فيها إيه
كنتوا فين؟ بتعملوا ايه؟ بتتفزعوا؟ يا باشا احنا كنا فاكرين ان زاهر هو اللي قاعد مع الشنط. انا قايل الاتنين يقعدوا جنب الشنط مش واحد. الدور كان على زاهر والشيخ حسن. انا كنت بتوضى ساعة الباشا وكنت سايب زاهر جنب الشنط. والله العظيم يا ناجي باشا، ريق نشف، طلعت اشرب بقي ميه ونزلت على طول. دقيقة ونزلت. اسمع عادي انت، هو انا ممكن ابدي كل واحد نصيبه يغور في 60 داهية، يتاخدوا منه بقى يتضرب بالنار. ابقى خلصت منكم، انا شايل همكم، انا ممكن اشيل هم نفسي لوحدي. بصوا بقى، هنمشي عدل وننفذ الاوامر بدقه، ولا كل واحد يروح لحاله؟ على الاقل انا حركتي هتبقى اخف منكم عشان هبقى لوحدي مش ماشي الفرقه ورايا. متاسفين يا سعاده الباشا، ما عدناش نعمل كده تاني. بعد ايه؟ بعد الاستاذ سعد ما عرف والراجل الزفت اللي اسمه ستوري عرف الاخر. نركز شويه، احنا بقينا مكشوفين، في اي وقت هقول لكم يلا بينا، في ثانيه الاقيكم بره جاهزين انتوا والشنط. مفهوم؟ امرك يا باشا. انا هكلم ابو القاسم يجي ياخدنا، هنروح مكان تاني، محدش يتنقل من جنب الفلوس، كلكم نبطشيه جنب الفلوس النهارده في البدروم. مفهوم؟ مفهوم مفهوم مفهوم, مفهوم. مفهوم. نعم، كما ذكرت بأن رئيس الوزراء نور المالكي قال بأن العراق البلد الأكثر استقرار في هذه الأرض. تعطلون الأكل كله، ما تخلوه. يلا يلا. اليوم وقبلها بكثير. إيه ده، موبايلات؟ معقول تدوا موبايلات للأطفال في السن ده؟ ده خطر عليهم. إيه حبيبتي، لازم ننطيهم الموبايلات حتى نطمئن عليهم من المفخخات والمتفجرات لا سمح الله. إيه، وبعدين إذا صار ما صار يدارون في أي مكان ويخبرونا ويقولون على مكانهم. الله يكون في عمك، والله يكون في عم كل أم ابنها بيروح المدرسة. ماما قريت كارت. عفريت أنت جسم، عبيت لك الموبايل. يلا يلا تبقوا على نفسكم. يلا يلا، الله معكم. يلا حبيبي، الله معكم. وقد تقرر اليوم أن تكون زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى بغداد لكي تتفقد الأحوال عن قرب، مؤكدة في مؤتمر صحفي قبل قدومها إلى بغداد أن الحياة الطبيعية عادت إلى البلاد وأن كل منشآت الدولة تمارس نشاطها بشكل ملموس. يا أخي، ذول الأمريكان يعشقون الإعلام. اليوم الأولاد يروحون للمدارس والموظفين يروحون للدوام، وكأنه الأمور بالعراق عادية، ماكو شيء. اليوم كل ما تروح شوارع بغداد راح تشوف فيه سيطرات وحراسات وسيارات ورشاشات. ومثل كل مرة ممكن ما تجي الوزيرة بالنهاية. فوزية سعد وينه؟ لسه نايم؟ الساعة 8 شنو، ما عندني يروح المدرسة؟ اي والله خطية، البارحة سعد ما نام طول الليل، اكو شيء شاغل باله. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. تفضل استاذ ناجي، اشرب قهوه ويانا. اه والله القهوه برضو الواحد دماغه مقلوبه. مو بس انت اللي دماغك مقلوبه، بغداد كلها مقلوبه اليوم. ليه؟ وزيره الخارجيه الامريكيه جايه على بغداد، فاليوم استعدادات امنيه غير مسبوقه. طب والاولاد بيروحوا المدارس ليه؟ ما يقعدوا. مو هو هذا جزء من الصوره الاعلاميه اللي يريدون يفرجوها للعالم. تليفون سعد يرن. رد عيني كمال، رد. الو، اهلا وسهلا، شلونك عيوني؟ لا، اني كمال اخو سعد. اهلا اهلا ابو القاسم. الدولي. العفو، استاذ ناجي يريد يحكي وياك، تفضل. ايوه ابو القاسم، احنا لازم نمشي من هنا دلوقتي باي طريقه. الحكايه اتكشفت، سعد عرف وستوري كمان عرف، موقفي بقى صعب. شوف لنا اي مكان تاني بعيد عن هنا نقعد فيه مؤقتا. اطمن يا استاذ ناجي. بدي اياك تطمن على الاخر، حتى لو ما كنت ببغداد رجالي جنبك، ابي يخدموك كاني موجود واكثر. انت عارف الظروف الامنيه،
بس اليوم ما بدي حدا يتحرك نهائيا. طيب انا راح احكي مع سعد. لا لا لا، انا ان شاء الله بكره راح اكون موجود وراح اخدمك انت والشباب. انا لقيت لكم سكن ثاني جنب المطار، بس لحتى تنتهي الزياره الامريكيه وبودك وعد شرف. اول طائره من بغداد للقاهره راح تكونوا فيها. اوكي. اهلا يا استاذ ناجي، تفضل. متشكر، مش عايز قهوة. لا لازم تشرب قهوتك، ارجوك ارجوك استاذ ناجي تقدر ظروفي. اتصل بي ابو القاسم وقال لي انت والشباب اللي وياك تبقون بالبيت لغايه بكره. انت تعرف هذا اللعين ستوري صار خطر عليكم وعلينا، فلازم تغادرون البيت بأسرع ما يمكن. شكرين يا أستاذ سام. وأكو شيء ثاني يعني ممنون منك وأشكرك عليه. إيه هو؟ أنت رفضت تهرب التماثيل وخاصة تمثال كوني. أستاذ ناجي ما بقى غير بس الحجر نحافظ عليه. لا نكتة حلوة، النكتة حقيقي حلوة. أي نعم أنا مش فاهم منها ولا كلمة بس حلوة. تسلم إيدك يا زينب. يا رب ضحك خير يا ربي، إن شاء الله ضحك خير يا ربي. تعرف أستاذ ناجي إحنا نخاف من الضحك وكأنما الضحك علينا حرام. والله أنا رأيي يعني يا أستاذ سعد إن اللهم اجعله خير اللي إحنا مش عايزين نفقد لحظات السعادة اللي إحنا فيها. لا إحنا نخاف ليكون النكتة مفخخة. لا دي عراق عراق. عبد الرحمن تعرض. ألو نعم. اسمع لك، ابنكم عندنا قدامكم مهله منا الباكر، تدبرون لنا 10 دفاتر لو نطير لكم راسه. ها عبد الرحمن شكو صار؟ لو اي خطفوه. ابني رايح خطفوه، ابني رايح خطفوه. رحمن ابني تحتيني تدوني زينب. لا وهتعملوا ايه دلوقتي؟ ننتظر المكالمة الثانية، روح نتعلق بايديهم. المكالمة الثانية هي اللي راح نتفاوض بيها على الفدية، بس منين نجيب العشر دفاتر؟ ما تشيلش هم يا استاذ سعد، أنا سددت يا استاذ سعد. أشكرك أشكرك أستاذ نادي أشكرك. هي هاي اللي جابت لنا إياها الديمقراطية الجديدة للعراق الحر. لحظة لحظة. ألو ألو نعم في يا أستاذ سعد؟ يردون شحن للتليفون مالتهم. معصبة معفنة صحيح، بقى طالبين 10 دفاتر ويعملوا لنا كلمة عشان تشحن لهم التليفون. جيبي لي الكارتات. بس جيبي لي الكارتات. على كيفك. زينب على كيفك. خلني افتهم يما 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 يما
كافي زينب. ألو ألو نعم لا بس العشر دفاتر هواية أنا موظف متقاعد الله يخليك حتى إذا بعت البيت هم ما راح ألحق بهاي السرعة حتى الخمس دفاتر ما أقدر أدبرها اسمعني وافق وافق اسمعني اسمعني الفلوس وين راح اجيب لكم اياها؟ بس جيبوا لي قميص لو اي حق على كيفك بس على كيفك بس بس دير بالك تلتفت وراك حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل خدوا الفلوس؟ اي خدوا ممكن ياخدوا الفلوس وما يرجعوش الواد؟ يمكن يقتلوه لك لا لك لا 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 مبروك يا عم الرحمن مبروك يا عم سعد مبروك يا عم ليل كفاره كفاره ايه هو طالع من السجن معلش يا كبير السلام دوت عم سعد والعم عبد الرحمن والحاج حمدي السقاري وحمدك الف مبروك يا الواد سمعني سلام يا ايما لا 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 أستاذ ناجي موقفك هذا راح يبقى جميل على راسي أنا أشكرك على كل اللي سويته وياي ما تقولش كده عبد الرحمن ده زيلني الله ما رضي يوفقني وأرد لك هذا الجميل إحنا أخوات عبد الرحمن أنا كمان مش حاضر أنسى الجميل اللي أنتوا قدمتوني والله يا أستاذ ناجي إحنا خجلانين منك أستاذ سعد أنتوا استقبلتونا أحسن استقبال أنا كنت حاسس إن أنا عايش في وسط أهلي لا أستاذ ناجي
العمل اللي انت عملته عنا عمل كبير، ما ممكن ننسى. انت انقذت حياة ابننا من الموت. ده ابني، انت لو كنت مكاني كنت عملت اكتر من كده. تعرف يا استاذ سعد، وجود اللي زيك هنا في العراق بيحسسني ان البلد دي اللي ممكن تقع، بس للاسف مفيش زيك كتير. لا استاذ ماجي، موجودين، احنا اللي يسمونا الاغلبيه الصامته بلا صوت. ان شاء الله هتكلموا وصوتكم هيطلع، بس لما يبقى العراق للعراقيين ان شاء الله. بس طمني استاذ ناجي، اتجاهكم وين؟ والله ما انا عارف يا استاذ سعد، هو ابو القاسم قال هيودينا في حته جنب المطار، عند ناس طيبين زيكم كده. والله يا استاذ ناجي انا ما كنت ناوي تطلعون من هذا البيت لولا خوفي عليكم من هذا ستوري. ستوري عرف امركم فصار خطر عليكم، وهذا الرجل اللهم عاف عنده استعداد يسوي كل شيء، ولذلك كان يريد أطمئن عليكم أروح وياكم لغاية ما تغادرون العراق بالسلام. أكيد أبو القاسم حيقول لك إن شاء الله. أستاذ ناجي ليش ما تريح شوي؟ الصبح بعد لساعتين. لا لا أنا كويس، أنت اللي تعبان كده وعايز تستريح، أنت باين عليك معسان. الله يخليك. لا هو أنا عندي استعداد أبقى أسبوع كامل ما أنام. أسبوع؟ أسبوع، ماكو مشكلة. إحنا العراقيين بعد الاحتلال بالألفين وثلاثة مع الأسف النوم بعيد عنا، ولا واحد يقدر يغمض له جفن. عم السعد كان بيقول لي بيقعد بالاسبوع ما ينامش، دلوقتي في غيبوبه اهو. الساعه بقى 6، ابو القاسم ما جاش ليه؟ انا نمت؟ لا. الو، اهلا ماجد. نعم؟ لا قول غيرها. هو جاء علينا؟ لك لا، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أستاذ سعد، مين مات؟ البقاء في حياتكم. حياتك الباقية في مين؟ أبو القاسم تعيش أنتم. أبو القاسم مين؟ أبو القاسم؟ هو أبو القاسم. ماله؟ مات الله يرحمه يحسن إليه. أبو القاسم اللي جاي ياخدنا مات؟ مات الله يرحمه يحسن إليه. الله يرحمه ويحسن إلينا إحنا. ماجد يقول أبو القاسم كان يفطر بمطعم بالكرادة. داخل عليهم موتور سيكل، صاحب الموتور لابس حزام ناسف، فجر نفسه انبسط. وهو أبو القاسم كان لازم يعني يغير ريقه على الصبح، ما كان يجي يفطر معانا هنا. قدره مكتوب يا أستاذ ناجي. قدره مكتوب علينا إحنا. هنعمل إيه دلوقتي؟ الراجل اللي لينا في العراق اتكل على الله. نجي باشا. نجي باشا، نجي باشا، الساعة بقت 6:30، أبو القاسم وصل ولا لأ؟ وصل فوق. طيب أطلع سلم عليه بقى. تعالى يا أهبل، أبو القاسم وصل فوق خالص، فوق، انتقل إلى الرفيق الأعلى. إيه؟ مات؟ مات. مات خالص؟ مات خالص. إزاي؟ مات إزاي؟ مات إزاي؟ مات إزاي؟ مات بحزام ناسف. شو بقى يا أستاذ سعد؟ أنا رأيي بدم أبو القاسم توفى، وإحنا ملناش حد غيره هنا. أنا بقول بقى نستقر هنا في العراق ونشتري بيت حلو كده، وشكل كده هرشح نفسي في الانتخابات بتاعة مجلس الشعب، بيقولوا بيدوا فلوس جامد يعني. ها يا ناجي، أبو القاسم وصل؟ بترد يا أستاذ سعد؟ هو أنا هندب لوحدي؟
انتوا كلمتوا ابو القاسم؟ اه كلمناه، لقينا رصيده خلص. ابو القاسم رصيده خلص من الحقيقه كلها، ابو القاسم مات. خلاص، انت رجل صاحب فضل كبير علينا، انت خلصتنا من الورطه. أنا راح أخلصكم من هاي الورطة الكبيرة. أنتم رايحين لمصر بعناية الله، أنا راح أوصلكم على مصر إن شاء الله. ورطة إيه يا نيك؟ إيه في إيه؟ ورطة إيه؟ وإحنا هربانين من حاجة؟ هو بيتكلم على ورطة أبو القاسم يعني. أيوة يعني أنا مش فاهمة، في إيه نطلع المطار نقطع التذاكر ونسافر فيها إيه دي؟ لا لا، مثل هيك ظروف صعبة ما ممكن توصلون مطار بغداد. أنا راح أطلعكم على طريق الشمال اللي هي أقارب بالموصل، ومن الموصل إن شاء الله على أربيل، ومن مطار أربيل تتوكلوا على الله وتروحوا من مصر إن شاء الله. نروح الموصل والموصل على أربيل وإحنا هنا ببغداد. كلام السياحة في العراق صح. وين تجوا ويانا؟ احنا مسافه بعيده راح نروح، انت بتتحمل؟ لا يا رجال واستحمل، لازم اجي وياك. واحنا رايحين للدكتور يروح يضرب كبرى. لا تضحك علي، رايحين اربي سمعتكم دا تحجون. يا لعين. زينب تعالي خذي ابنك، يلا يلا يلا.